احنا بقالنا فتره، وانا من وجهه نظري الشخصيه يعني دي حاجه جميله جدا، احنا بقالنا فتره بنلاقي دايما في الجرايد والاعلام والسوشيال ميديا الضوء بيتسلط على راجل او ست بسيط جدا جدا عمل حاجه حلوه، ممكن تبقى حاجه بسيطه، ولكن تلاقي الناس كلها وزي ما بقول لكم كده هو حوارات وتلفزيونات وتكريمات والدنيا كلها تتكلم عليه، ويبقى الراجل البسيط او الست البسيطه دي ترند على السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم على الشخصيه دي. انا بقول لكم ان دي حاجه جميله، وهي فعلا حاجه جميله لان هي بتجبر الخاطر وبتخليهم قدوه في حياتنا. زي مثلا الفترة اللي فاتت دي سمعنا عن الشاب الجميل بائع الفريسكا، عن سيدة القطار الحاجة صفية الست الجميلة، وغيره وغيره من الأمثلة، يعني أكيد حضراتكم ممكن عارفين أكتر مني كمان. لكن تلاقي بقى واحد يقولك إيه، أنا مش فاهم يعني هي الدنيا مقلوبة ليه، عملت ايه يعني الحاجه صفيه، ما كلنا ستات وبنقف جنب بعض وحنينين على بعض وجدعان، ولا عمر حد كرمني، ولا عمر حد استضافني في تلفزيون، ولا عمر حد قال لي برافو عليك انت عملتي حاجه، ولا شفت اي حاجه، عمل ايه الطالب يعني؟ طب ما انا من وانا عندي 4 سنين وانا بشتغل مش عارف ايه وبنحت في الصخر ونجحت في الثانويه العامه ودخلت الكليه وبرده ولا حد عبرني، ولا اشمعنى ده يعني اللي فجاه كده هو يحصل له النقله الفظيعة اللي حصلت في حياته أو غيره من الناس. زي ما بتكلم واحد تاني تلاقيه يقول لك يعني أنا مش فاهم، أيوة إيه اللي بيحصل ده، جاتنا مش عارفة إيه في حظنا اللي مش عارفة إيه، وإحنا تعبان وشقيان ومحدش ولا عمره كرمني ولا عمره قال لي برافو عليك حتى، ولا مراتي عملت لي كده حتى. الرد منتهى البساطة على فكرة، والرد هيريحكوا ويريحنا جميعا ويريح الناس اللي بتفكر بالطريقة دي. أرزاق بالبساطة دي، رزقه كده، هو ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات رايد له إن واحد يعدي يمسك موبايل يصوره فيديو وهو بيسأله سؤالين، هوبا السؤالين دول ينتشروا الفيديوهات دي على السوشيال ميديا، هوبا الناس كلها تهتم، الإعلام يدخل، هوبا تلاقي تكريمات جاية من فوق من لغاية سيادة الرئيس. ليه رزقه كده؟ طب ليه هو دونا عن اللي زيه أو اللي يمكن أحسن منه أو اللي يمكن أشطر منه أو اللي بيجتهد عنه أو اللي شقيان أكتر منه؟ هو رزقه كده، أرزاق. تعالوا نفهم المعنى ده كويس ويستقر جوانا، ونعرف إن رزقه هو جايله في الحتة دي، ورزقي أنا جايلي في حتة تانية، ورزق واحد تاني جايله في عياله وإنه بيشوفهم أحسن ناس وإن هم بيكبروا وبينجحوا قدامه. والسؤال، هل هم فعلا 24 قيراط زي ما الناس بتقول؟ يعني هل في الآخر كلنا أرزقنا متساوية لكن بتختلف من شخص الآخر، ولا الكلام ده مش صح؟ طب ما تيجي أقول لكم على حاجة تانية، طب ما تيجوا بدل ما احنا شغلين نفسنا باللي جنبي ورزقه ده زاد ازاي فجأة، ومن بعد ما كان مش عارفه جراله ايه فجاه بقى راكب عربيه ايه، وفجاه فلان من بعد ما كان موظف بسيط بقى مدير عام، وفجاه مش ايه مين جاله ايه، ودي جالها هدايا قد كده ودي جالها فلوس قد كده. طب ما تيجوا بدل ما نبص على غيرنا نركز مع نفسنا احنا ونسال نفسنا، هو الرزق اللي جاي لي ده ايا كان رزقي ده حلال؟ هل انا استحقه فعلا؟ رزقي اللي جاي لي ده هل انا شقيت وتعبت أو حتى لو ما شقتش، هل أنا أخدت بالأسباب إن رزقي ده يكون حلال؟ هل أنا مركز قوي إن أنا كل قرش بيدخلي كل لقمة بأكلها لولادي تكون من مال حلال؟ هنا بقى السؤال، هل كل واحد فينا بيعمل كده فعلا؟ هل كل واحد فينا قبل ما بينام بيفكر وضميره كده بيتحرك ويقول أنا ما كانش صح إن أنا بيع الحاجة دي، بعتها غلط، الراجل ده خدها مني وانا عارف ان هي قربت تبوظ، ما كانش المفروض ابيعها له، انا ندمان، انا متضايق، انا هدور عليه، انا مش هعمل كده تاني، انا عمري ما هعمل كده تاني. هل احنا شاغلين بالنا بده؟ هل احنا كل يوم واحنا رايحين شغلنا مركزين قوي ان احنا نشتغل ونحضر ونكمل شغلنا على اكمل وجه ونقدمه ونبتسم ونعمل كل الشروط اللي المفروض ان احنا نعملها ايا كانت مهنتنا علشان في الاخر يكون رزقي ده حلال؟ علشان في الآخر اللقمة اللي بأكلها لولادي دي تكون حلال؟ ولا أنا فكري بس عن الرزق الحلال هو إني مش بشتغل شغلانة حرام وخلاص على كده، أنا الحمد لله ما بشتغل شغلانة حرام، أعمل اللي أنا عايزه بقى،
اغيب اتحجج بالكورونا وانا ما عنديش اعراض واقول اصل انا عيانه اصل انا تعبانه اصل انا شاكك ان عندي كورونا فاخد اجازه بالاسبوع والاسبوعين والثلاثه وبعدين الحمد لله ما طلعتش كورونا الحمد لله وانا عارف من جوايا ان انا ما عنديش حاجه لكن انا بعمل كده عشان اقعد لي في البيت شويه. طب هل انا ربطت الموقف اللي انا فاكر نفسي فيه فهلاوي ده وشاطر وناصح ربطته بان كده ممكن يبقى مرتبي اخر الشهر في حرمانيه؟